مبروك علينا التأهل تمن تمن. احنا شجعنا الفريق الوطني ومبروك. هي عائلة، منتخب وطني عائلة، وكنقول للدراري كانوا رجال، وكنتمناو الماتشات اللي جايين يكونوا احسن واحسن واحسن. الاصل ديالي تازي، ونشكروا كاع المغاربه. كما تشوفوا معنا الاجواء هنايا راه غايه، كما نقولوا اخوان ديالنا الجزائريين، وكنشكروا كاع. والكلمه الاخرى ديما ماروكو والركراكي، زيد لقدام بينا، زيد بينا لقدام، زيد بينا لقدام خويا. ماتش خطير، واعر واعر. ان شاء الله ان شاء الله نديو كاس افريقيا، ان شاء الله المغرب غيولي بخير. سبب خروجنا للشارع هو انتصار المنتخب المغربي والتأهل للدور الثاني بإذن إن شاء الله. تركيبة مزيونة مع هاد الوجوه الجديدة إن شاء الله اللي حطوهم هكا، يا راه مزيانين. ونتمناو الخير إن شاء الله في الدور الثاني. التوقعات ديالي الفوز عاوتاني والتأهل للدور اللي مورا حتى النهاية إن شاء الله بإذن السميع العليم. في هذه المباراة بأن الأسود الأطلس غلبوا على صربيا، مربوحة مربوحة ديما ديما المغرب، وغنربحوا هذه كأس إفريقيا إن شاء الله. راه في نهائي في كاس العالم افريقيا ديالنا ان شاء الله. وديما المغرب، ديما المغرب. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الاعجاب.